بسم الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأقدر جل جلاله وعم نوال كل الكائنات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب الجنة والنار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته ورضاه. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. بما انه الكذب ولا عام في العالم كله، وفي المقدمه الصهاينه والكرب، ما زلت منهم؟ ما زلتش تعيش معهم؟ تاخو عذرك، مش لازم تعيش مع الانذار المناجيس اللي ما حتى الموت كي ما نعرفش تكلموا. انت قالك ما تمس روحهم من شده المتلها الا بعود، هذا ما اشأم حال من الكرب واليهود، نسأل الله السلامة.